السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل مشاهدينا الكرام من هنا من العاصمة القطرية الدوحة، حيث بدأ العد العكسي للمباراة المهمة اللي غادي يخوضها المنتخب الوطني المغربي أمام المنتخب الإسباني بالدور الثمن النهائي. لا حديث في شوارع العاصمة القطرية الدوحة إلا على التذاكر والجماهير المغربية التي تبحث عن التذاكر من أجل الدخول ومساندة المنتخب الوطني المغربي. الآن نتواجد يعني إلى جانب يعني المقر الذي يتواجد فيه الاتحاد الدولي والجماهير المغربية التي تأتي من أجل محاولة اقتناء بعض التذاكر. عندي معايا بزاف ديال الجماهير اللي كذلك يعني تقريبا هذه يومين وكتجيو كتبحث على التذاكر. غادي ناخذوا ارتسامات ديالها في البداية. كنشوف بأن الجماهير تبحث عن التذكرة. شنو يمكن الصعوبات اللي لقيتو؟ هو حنايا بسم الله الرحمن الرحيم، هو حنايا 48 ساعة وحنايا بايتين هنايا حدا المركز ديال بيع التذاكر، وللأسف كيقولوا لنا ما كاين والو، وهو أصلا ما كان محط والو، محط حتى شي تذكرة في البيع من الأساس ديالها. وحتى دابا في السوق السوداء كنلقاو الناس انهم واخدين تذاكر ب 1000 درهم وكيبيعوهم بما يفوق 10000 درهم، وهذا الشيء غيقدر ياثر زعما بشكل سلبي على زعما على المنتخب الوطني، حيت ما غاديش يكونوا بزاف ديال الجماهير يعني مغربيه اللي غادي تساند المنتخب بحال كيف ما كيدير الجمهور المغربي. ناخذوا راي اخر، كيف جيتوا لقيتوا التذاكر ما لقيتوهمش؟ شنو الامور اللي لقيتوا؟ شنو الصعوبات اللي لقيتوا؟ الصعوبات اللي لقيناها هي التذاكر طرحت كنظن النهار الاولين خداوها، وخداوها الهنديو جنسيات اخرى، ما لقيناش التذاكر، لقينا جوج وكاين الاخوان معنا ما عندهمش تذاكر وجايين من مسافات بعيده وجالسين هنا ومخلصين لي زوطيل ومخلصين كل شيء. تصور كندورو كيقول لك التذاكر ب 10000 درهم مغربيه بزاف، كنظن كاين اللي ما عندوش هذه القيمه هذه. حنا خديناهم وخديناهم بثمن غالي، ولكن الغالب الله على الوطن ما عندنا ما نديرو. النقطه السلبيه الله يجازيك بخير هي انه كاين كنظن الامور الاخوان ديالنا العرب والاخوان ديالنا الخليجيين عجبتهم الاجواء وذاك الحماس اللي كيدير الجمهور المغربي واقتنوا التذاكر. انا تلاقيت ليبي هنا البارح عنده ثلاثه ديال التذاكر، عيس نرغب في عندنا داك ثلاثة التذاكر، قال لي أنا باغي ناخذ نشوف الفرجة، قلت له داك الفرجة شكون اللي كيصنعها؟ داك الجمهور المغربي، إلا ما دخلش داك الجمهور المغربي فين غتلقى هذه الفرجة هذه هي؟ دونك خصكم تعاونونا في التذاكر، ناخذوا حنا بعد التذاكر اللي غادي ناخذوا، واللي بقى داك الساعة يدخلوا فيهم الأشقاء العرب يصبروا معنا فيها، وكنظن الجميع حتى الموقع ديال الاتحاد الدولي هناك الجماهير اللي دخلت ولكن ما لقاش التذكرة، واش ما كانش يعني التأخر على مستوى اقتناء التذاكر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حنا من بعد الماتش ديال كندا والمغرب وتأهل المغرب لدور 16 دخلنا الموقع ديال الفيفا، ولكن تعطيك دائما انتظار، دائما انتظار ما كاين حتى تذكره، تيبقى 10 السوايع حنا تنسهروا حتى الخمسه الصباح باش 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 نقتنيوا التذاكر، وفي الاخر تيقول لك الموقع نفذ التذاكر. نعم، في الوقت اللي هناك جماهير كذلك اللي تمكنت من اقتناء التذاكر ولو ان بمبالغ كبيره، خديتوا التذكره ديال المباراه؟ انا عندي التذكره ديالي لان كنت خديتها من الموقع ديال الفيفا قبل، لان كنت في 2018 في كاس العالم 2018 وما بغيتش تعاود لي نفس المشكل، فاشتريت التذكره ديالي، ولكن ما كنتش خديت التذكره للابن ديالي. فمني جيت ناخذ التذكره ديال الابن ديالي باش نشجعوا المغرب، لقيت بان واحد الاسمان ماشي 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 حقيقيه، يعني ماشي فايته الثمن ديالها، واللي ضرني شويه انا الاخوان سمعتهم كاع هذا الشيء اللي قالوا، هذا هو الواقع وهذا هو اللي كاين، ان كاين في بعض واحد الناس كيستغلوا هذا المشكل ديالنا ديال التذاكر، فكيلبسوا تيشيرتات مغربيه وكيمشيو لعند الاجانب اللي هما خلاص ما هما ما تاهلوش عندهم تذاكر كانوا اقتنوها بطريقه يعني القانونيه، وكيجيو يبيعوهم يعني، وهذوك الناس كيجيو يشريو منهم وكيضطروا انهم يبيعوهم لنا في السوق السوداء، وهاد والاسعار ديالهم الان دابا الاسعار الا خديتي من البريمير سورس 700 دولار، خديتي من الدوزيام سورس 800 دولار، الا كنتي بعيد وساكن في الاوتيل ديالك 1000 دولار، ماشي معقول هذا الشيء. هناك جماهير اللي كذلك تمكنت بانهم اقتناء التذاكر مبكرا، اليوم يعني واش كيبان لك بانه جمهور كثير اللي ما تمكنش انه ياخذ تذكره؟ اي السلام عليكم، كاين جمهور كثير اللي ما توفقش ياخذ تذكره، احنا دابا 10 بينا ما لقيناش تذكره، حتى في الماتش الاول ديال كندا مع المغرب خدينا تقريبا 10000 درهم للبي، احنا 10 الناس، دابا ما كاينش كيقول لك سير للسوق السوداء، سير سوق واقف، الا بغيتي تاخذ تذكره سير سوق واقف. كاين تما الهنود ولا جو سي با شحال كاين ديال عباد الله اللي تيبيعوا هاد لي مارشي نوار. نذكر بانه الاتحاد الدولي وكذلك اللجنه المنظمه هناك محاربه يعني انه يتم بيع التذاكر في السوق السوداء، وبالتالي فنتمنى انه يكون هناك حل بالنسبه للجماهير المغربيه لانه كثيره اللي بغات انه تكون حاضره ان شاء الله في المباراه من اجل مسانده المنتخب الوطني المغربي، والجماهير كذلك اللي جات من المغرب لانه رحلات كثيره الوصول هنا العاصمه القطريه الدوحه. نتمنى انه يكون هناك حل حتى انه الجمهور يكون ان شاء الله حاضر ومسانده
المنتخب الوطني المغربي من اجل التاهل لما لا ان شاء الله للدور الربع النهائي من نهائيات كاس العالم ان شاء الله. المغرب